لنا الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أهلا بك يا فندم. أهلا يا أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا بك. ما تأثير ما يحدث الآن في السودان في حال استمراره؟ طبعا سمعت المكالمة بتاعت اللواء أمين إسماعيل المجذوب مع سيادتك دلوقتي، ويمكن أنا كنت عايز أبتدي أن ما يحدث في السودان مرتبط بمحددات ثلاثة حقيقة. المحدد الأول يتعلق بالداخل السوداني، ويمكن اللواء أمين وضح جوانب كثيرة منه. المحدد الثاني مرتبط بالموقف المصري من الأزمة، والمحدد الثالث مرتبط بالتفاعلات الإقليمية والدولية مع الأزمة. مصر ترتبط مع السودان بعلاقات تاريخية، لا يمكن أن تفصل هذه العلاقات، ولا يمكن أن احنا نستبعدها، ولا يمكن أن احنا نتصور أن مصر يمكن أن لا تنظر باهتمام إلى ما يحدث في السودان، مش من منطلق الأمن القومي فقط، ولكن من اعتبارات إنسانية، من اعتبارات ثقافية، من اعتبارات كثيرة تجمع بين الشعبين المصري والسوداني. مصر كللت الجهود دي، يمكن حضرتك تتذكر والسادة المشاهدين يتذكرون أن السيد الرئيس كان من على رأس الحضور في مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم السودان عقب الأحداث وعقب الثورة الشعبية التي حصلت في السودان. مصر بتتبنى موقف دائما يدعو إلى الحوار والالتزام بالاتفاق الإطاري، وبترى أن أي حل من الحلول العسكرية يمكن أن يمثل تهديدا مش للداخل السوداني بس، ولكن للإقليم. البعد الإقليمي هنا بقى المحدد الثالث، الحدود المتعلقة بالاتجاهات الاستراتيجية للأمن القومي المصري. مصر ليست بحاجة إلى منطقة صراع جديدة في الاتجاه الجنوبي الاستراتيجي، بمعنى أن احنا الاتجاه الاستراتيجي الغربي للأمن القومي المصري ما زال مفتوحا، وما زالت الأزمة في ليبيا متصاعدة. الاتجاه الشرقي لا تستقر فيه الأحوال كثيرا. في الجنوب المصري لسنا بحاجة إلى مثل هذه البؤرة الجديدة التي يمكن أن تتفجر، ومن ثم مصر كانت لها جهود متواصلة على مدار الأيام القليلة الماضية مع الأشقاء العرب في محاولات للتوصل لاتفاقات للتهدئة بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني. قوات الدعم السريع قوات تأسست في البداية في 2003 وتأسست رسميا في 2013. يمكن اللي هو أمين إسماعيل المجذوب أفاض وشرح في دور قوات الدعم السريع، لكن اللي بيهمنا أن الموضوع بيأخذ أبعادا أكثر لما بنبص إلى الطموحات التي تزايدت عن قائد قوات الدعم السريع، طموحات سياسية عنه. وبالتالي الجهود أتصور أنها ستتصاعد في خلال الأيام القليلة القادمة لتهدئة الأوضاع، ويمكن ده اللي كان واضح في الاتصال اللي تم منذ قليل بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد أنطونيو جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتطورات الأوضاع في السودان. وهنا ده بيعكس دور وثقة مصر. السيد الأمين العام للأمم المتحدة تواصل مع فخامة الرئيس في مكالمة مطولة وانصبت على الأحداث في السودان، وأوضح السيد الرئيس أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، ويعرب عن قلقه من احتمالات تأثير هذه الأوضاع على القدرة على السيطرة على الأوضاع، ومن ثم تهديد مقدرات الشعب السوداني مباشرة. ورد عليه السيد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يقدر الدور والمكانة المصرية، ويعول كثيرا على الدور المصري في التوصل إلى تهدئة حقيقية للأوضاع التي تفجرت منذ صباح اليوم في السودان. الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.